كثير ناس يسألوا إيش أول فيلم تصور في العالم؟ طبعاً الكلمة هذه يعني صعب الواحد يفسر لأنه يعتمد أنت كيف تعرف الفيلم، يعتمد إيش الفيلم من وجهة نظرك. لكن إذا قلنا أن أول لقطة لموشن بيكتشر لرسوم متحركة، وطبعاً كل لقطة لها معنى في الأخير، وإذا اعتبرنا هذه فيلم، فأول لقطة تقريباً التقطها الأخوان لوميير في عام 1985. 1984 التقطوها وعرضوها كسينما في 1985. طبعاً عفواً 1805 صوروها 1884 و 1885 عرضت كسينما. وطبعاً هذا أغلب الخلاف في الموضوع، لأن كثير من المصادر تقول لك ما تقول مين أول واحد صور، لأن في ناس كثير صوروا وفقدت، وفي ناس صوروا ما دريت عنهم. لكن أول واحد عرضها في سينما، خلنا نقول بالشكل الحالي، إنه عرضها في مكان لجمهور، الجمهور يشاهد ويدفع، خلنا نقول تيكتس إنه هو يشاهد، تقريبا هذا اللي هم الأخوان لومير في 1885 عرضوها في كافيه في فرنسا. في بعض الناس يقولوا إنه في واحد ثاني في ألمانيا اسمه ماكس سكلاندوسكي عرض قبل الأخوان لومير. طبعا الفرق بينهم أشهر، لذلك يعني في ديبيت كبير، كل واحد يقول احنا عرضنا أول. على العموم whatever، يعني ما نقدر نقول مين أول واحد عرض، وهذا شيء ما يهم كثير، لكن تقريبا هذه البدايات كانت في 1885، ما قبلها وما بعدها في هذه الحدود. كان في شخص يدعى توماس أديسون، زي ما احنا عارفين هو اخترع كثير من الأشياء، مثل المصباح الكهربائي سجلت باسمه. كان عنده شركة حقت إنتاج أفلام في تقريبا 1800 تقريبا بدأت الشركة حوالي 1890، يعني بعد تقريبا أول عرض، قبل أول يعني في حدود 1888 إلى 90. فكان عنده شركة وطور عن طريق الشركة هذه جهاز لعرض الأفلام، لكن بشكل خاص، ما هو بشكل بروجيكتر كبير، وأيضا هو كاميرا وأيضا جهاز عرض. فحصل أنه في عام 1897 حصلت رفع قضية على شركة اسمها بايوغراف، وأيضا شركات أخرى لإنتاج الأفلام، كانت إنتاج الأفلام في بداياتها في شيكاغو على وجه الخصوص. رفع عليهم قضية أنهم استخدموا بعض التقنيات في الفيلم 35 ملم. طبعا الفيلم 35 ملم هو اللي ما زال يستخدم الى اليوم. 35 متر هذا عرض الفيلم، فهو يعني من كان من ضمن الناس اللي طوروا بعض التقنيات في هذا ال 35 ملم، ثم بعدين سجل الكاميرا هذه ببراءة اختراع انه هو اللي اخترعها. فلما جات شركات اخرى زي بايوغراف وغيرها استخدموا نفس التقنيات، رفع عليهم قضية في المحكمة، ودارت معركة قضائية طويلة استمرت حوالي تقريبا 7 سنوات. فكرة المعركة القضائية تقريبا مشابهة بشكل كبير المعركة القضائية تدور هذه الأيام بين أبل وسامسونج في حقوق بعض الأشياء في جهاز الآيفون وجهاز السامسونج. في ناس يقولوا لا أنتوا أخذتوا السلايد مننا، وناس يقول يعني في أشياء كثير تفاصيل دقيقة ما تهم، لكن هي طبعا تهمهم من ناحية مالية، من ناحية أيضا يعني كمنافس في السوق. فلذلك حصلت هذه المعركة القضائية بين أديسون وعدة شركات أهمها بايوغراف، اللي وصلوا إلى ساتلمنت تقريبا اللي هي تسوية خارج المحكمة، لأنه طبعا ما وصلوا لحل في الأخير، يعني هم في الأخير كلهم كل واحد يعني نوعا ما يربح قضية والثاني يربح قضية أخرى، يعني أكثر من 23 قضية كانت. فاتفقوا انهم يسووا حاجه للشركات هذه كلها، سووا تسويه خارج المحكمه، قالوا يا جماعه الخير بلاش ما نضارب بينهم وبين بعض، خلينا نسوي شركه واحده تجمع جميع الحقوق. واجتمعوا 10 شركات، كبار الشركات من ضمنهم توماس أديسون و بايوغراف، وسووا شركه اسمها موشن بيكتشر بيرنت كومباني. موشن بيكتشر بيرنت كومباني هذه الشركه هدفها الاساسي ان هي تجمع براءات الاختراع حقت هذول الأشخاص كلهم، وصير هي الشركة اللي تملك حقوق الكاميرا.
وعلى أساسها تقريبا بدأت تلاحق قضائيا أي واحد من الصغار اللي جايب كاميرا وبيصور وبيستخدم تقنياتهم. فتقريبا نوعا ما طلعوا كل الناس من السوق واحتكروا السوق هذول الأشخاص اللي هي شركة الـ MPPC. قامت حكومة الولايات المتحدة رفعت على شركة الـ MPPC قضية احتكار وربحتها في عام 1912 وحلت الشركة. طبعا بحل الشركة هذه نوعا ما بدأ الفيلم ميكرز وصناع الأفلام يتنفسون الصعداء لأن كل واحد صار يقدر نوعا ما يستخدم الكاميرا ويصور. بس قبل تحل الـ MPPC كانت أغلب صناع الأفلام حتى يتفادوا الإشكالية اللي بتصير معهم في حكاية المتابعة القضائية من قبل الـ MPPC تركوا شيكاغو وراحوا إلى ضاحي من ضواحي لوس أنجلوس اسمه هوليوود وبدأوا يتجمعوا هناك الفيلم ميكرز. طبعا الجو كان أحسن بكثير من ناحية أنه شيكاغو في الشمال فالجو فيها نوعا ما مشمس في فترة الربيع والصيف لكن فترة الشتاء والخريف شوي الجو صعب. لكن في هوليوود لا الجو تقريبا طوال السنة يعطيك أريحية في التصوير. فتجمع الفيلم ميكرز نوعا ما في ضاحية لوس أنجلوس هوليوود. وبعد ما حلت الشركة تقريبا أغلب الفيلم ميكرز راحوا كلهم هوليوود فحتى الشركات الكبيرة نوعا ما هاجرت وبدأت صورة هوليوود من هذاك المكان ونوعا ما بسبب هذه المعركة القضائية اللي كانت في تلك السنين.